بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أن هذه بوات أوتوماتيك يعني غير أوتوماتيك متاع سيارة بيجو، هذه الموديل الأول اللي هم ما فيهمش لا كارتة لا ميموار لا حتى شيء، هذوما كانوا عاديين يمشوا ما شاء الله يعني من غير حتى إشكالية. عندنا هذايا اللي هو مبرد نتاع الزيت، عندنا هذايا مبرد نتاع الزيت نفتحوه. شفتوه المبرد نتاع الزيت شنو مهمته؟ شفتوا هنا هذا الماء يدخل هنا ويخرج هنا باش يبرد الزيت هذه، والزيت يدور في المكان هذا يخرج يدخل من هنا ويخرج من هنا. الزيت محصور في المكان هذا في هذا كله، والماء داير به من برا. هذا علاش سموه مبرد زيت؟ هذا يبرد الزيت. الزيت يجي من هنا من الجير من الكامبيو، يدخل من هنا ويخرج يرجع من هنا، يدخل هنا يعمل الدور يبرد في هذا وعاود يرجع للخزان. هذه سموها مبرد الزيت، سواء في المحرك شوفوا كما هكا والا في الكامبيو هذا ولا في الجير ولا في البوتا فيتاس، فعل بالسرعه هذا كيف نفس الشيء، هو نفسه يعني يخدم هذا. لو نحول النقطه هذه نلقوه يركب على المحرك. قلنا يدخل هنا الزيت يبرد الداخل، يدخل الزيت من هنا يبرد الداخل ويخرج يعاود يرجع من هنا للخزان، والماء يدخل من هنا يدور الدور داير ويرجع للراديتر. هذا على يسموه مبرد زيت، يعني خاطر باش يعاون الجير ديما باش يخليه يبرد. بالنسبه للصبان الزيت في البوات اوتوماتيك والقياس نتاعها، صبان الزيت اللي هي عندها ديما البوات اوتوماتيك تلقى عندها يعني مقياس، ديما تلقى عندها مقياس نتاع زيت. البوات اوتوماتيك هذه تلقى ديما عندها مقياس نتاع زيت موجود هنا، هذا نجم نصبوا منه. هذا نحرق هذا ونحطوا حاجه ونصبوا الزيت من هنا اللي هو قلنا زيت اتيف، صبوا زيت من هنا هم زيت من هنا. كيفاش نعرفوا اللي هي الزيت نتاعها يعني جا المينيموم نتاعها يعني الماكسيموم نتاعها ولا المينيموم نتاعها؟ لازم نصبوا هنا ونشغلوا السياره. ما منصبوا النوعيه هذه زيت اتي اف ما يهمكش الماركه، المهم الاسم هذايا اتي اف، هذا اللي هو زيت الجير. نصبوا هنا حوالي اترتين اترتين ونص ونشغلوا المحرك، نخلوه يتسخن السياره منيح، تسخن توصل حتى الحراره نتاعها 90 درجه العاديه وهي تخدم. هذه الجير لازم نقيسوا الزيت وهي تخدم، ما نقيسوش الزيت نتاع الجير وهي ساكته، لان يبدا الكونفرتسير اللي هو هذايا المحول نتاع اللي في مكان الدبرياج يبدا فرغ من الزيت، لازم يتعبى هو باش نقدر نقيس الزيت. انا نعبي الاترتين نتاعي اترتين ونص ونشغل السياره حتى تخدم حتى توصل 90 درجه حراره ونجبد هذا. اذا كان لقاه حتى لهنا معناتها لا باس. ديما حتى باش نتفقد يعني باش نكشف على الزيت موجود ولا لا، ديما والسياره تخدم. في الجير اوتوماتيك او في البوات اوتوماتيك ما نتفقدش الزيت والسياره طافيه والسياره ساكته، لا نتفقد وهي تخدم. اظن فهمنا الموضوع، ان شاء الله تنفعكم حاجه كيما هكا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.